كل زمان قصة وفيها عبرة، وفي كل مكان تبقى لنا ذكرى، نتعلم ونترك أثار والحب يكون فينا بحر، نتعلم ونترك أثار والحب يكون فينا بحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في هذا البرنامج نتناول مجموعة من القصص، قصص من جميع أرجاء العالم يجمعها شيء واحد، تجمعها روحها الإنسانية وأخلاقها الجميلة، قصص تترك فينا دروس وعبر ممكن تبقى ويانا طول حياتنا. قصة اليوم قصة شخص قرر بإيجابيته أنه يغير واقع كان يعيشونه آلاف الناس. هذا الشخص اسمه جيك أوستن، شخص عادي مثلي ومثلك. راح شاف أحد الفقراء في الشوارع اللي يسموهم الهوملس، اللي ما عندهم أصلاً بيت ولا عندهم مكان. العادة إحنا لما نروح نتصدق على فقير مثل هذا النوع، نعطي أكل، إذا كلش نعطي ثياب، إذا كلش نعطي شيء ينام عليه في الشارع. لكن جيك راح مرحلة جداً مختلفة. جيك من يوم وهو صغير يشتغل مع أمه وأبوه لخدمة هؤلاء. كان عندهم مصنع صغير يسوون فيه الصابون ويوزعونه على الفقراء والمساكين واللي يحتاجون. في يوم من الأيام جيك كانت عنده صابونة، راح وقرر أنه يعطيها فقير. الفقير خذ الصابونة وطالع جيك وقال له شكراً، بس وين ممكن أستخدمها؟ ما عندي مكان أصلاً أتسبح فيه، والله ما عندي مكان. فجيك استوعب إن إذا صج أبي أساعد الفقير وأبي يقدر شوي يوقف على ريله ويحصل له وظيفة ويبتدي يعتمد على نفسه، مو بس الأكل والمال والثياب هي كل شيء، أبداً يحتاج مكان، يحتاج يكون نظيف. في ناس أصلاً بالأشهر منهم ما قدروا يتسبحون ويحصلون مكان يأخذون راحتهم فيه. قرر إنه هو يوفر لهم هذا المكان. دور لقى شاحنة قديمة بمساعدة أصدقائه، اللي يعرف شوي في التمديدات المائية حاول يساعد، المهندس اللي يقدر يساعد، وبتعاون الجميع وحتى الشركات والقطاع الخاص قدر أنه يهيئ شاحنة كاملة، حط فيها حمامات متنقلة وراح يجوب كل الشوارع ويوفر حمامات حق الناس. سمى مشروعه Shower to the People. اكتشف أن إذا قعد في مكان 8 ساعات 60 شخص يقدر يستفيد من هذا المشروع. هذه الفكرة انتشرت في كل أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبدت شركات ثانية وناس ثانيين. في سان فرانسيسكو شركة ثانية اسمها لافا مي أسستها أيضا واحدة، ونفس القصة بالضبط، تقول رحت أتصدق على واحدة من ذلين الفقارة الهوملس اللي قاعدين في الشارع، لما أعطيت فلوس قلت لها أنت ليش ما تتوظفين؟ قالت السبب يعني أحتاج ثياب، أحتاج أتسبح ومو محصن. قالت معقولة؟ معقولة احنا نكون في دولة ما توفر ابسط هذه الحقوق حق الانسان او مكان يقدر يتسبح فيه؟ فقررت ان هي ايضا تاخذ الباصات، باصات النقل العام اللي مو مستخدمة خلاص، وتحولها الى شوارات حق الفقراء. بالتخطيط حاولوا الى ان توصلوا الى افضل ديزاين وافضل تصميم حق هذا الباص. كان فيه تقريبا حمامين ويوفر خصوصية لكل مستخدم له، وانتشرت هذه الحمامات. اليوم آلاف المستفيدين يستفيدون من هذه الباصات. أحياناً سبب تعثر الشخص يكون جداً بسيط، نلومه نقول ما قدرت تحصل لك وظيفة، لكن هو كل اللي يحتاجه شيء أبسط من بيوظف شخص مو نظيف، من بيوظف شخص أصلاً ما يقدر يستحم ويروح لهم مرتب حق مقابلة بسيطة. هذا التلمس للحاجة وهذا الإبداع في خدمة هذه الناس يستحق بالفعل وقفة جميلة عنده، ويستحق أن احنا نتكلم عن مجموعة من الدروس والعبر اللي سطرتها لنا هذه القصة. راح نواصل إن شاء الله مع معاني هذه القصة الجميلة بعد هذا الفاصل.
رجعنا لكم مشاهدين مع هذه القصة الجميلة اللي فيها بالفعل تلمس لحاجة هذا الفقير المسكين، تلمس لحاجة هذا الإنسان اللي قاعد طول يومه في الشارع ما عنده مأوى ولا عنده بيت، يحتاج شيء بسيط بالنسبة لنا إن الواحد عنده حمام ولا مكان حتى يقدر يستحم فيه هو شيء عادي، لكن لما تفكر بنظرة هذا الإنسان تحس بقيمة هذه الحاجة الكبيرة. هذا الشيء ذكرني بالقيم العظيمة اللي جاء بها الإسلام. يعني لما تفكر مثلا في مثل هذه القضية لا يعقل أبدا أن دين عظيم مثل الإسلام يغفل عنها أو ما يتكلم عنها. الإسلام في النهاية هو دين النظافة. لما تكلم عن النظافة خلونا مشاهدينا نرجع بالزمن إلى الوراء. لما نزل الإسلام نزل طبعا في صحراء، تخيلوا الوضع، نزل في صحراء، نزل في بيئة مختلفة. الحين الحمد لله رب العالمين كل شيء متوفر لنا، ولكن في ذاك الزمان انك تقول حق شخص مثلا انك لازم تستحم على الاقل من جمعة الى جمعة، وانك لازم تتوضا حق 5 صلوات في اليوم، وانك وانك وانك، هذا كان شيء جديد اصلا على العادة. في امراء وملوك في الغرب كانوا اصلا ما يستحمون، بعضهم مرة في حياتهم أو مرتين في حياتهم، الاستحمام بالنسبة لهم كان شيء جدا مستهجن وغريب. لكن لما نزل الإسلام ليش اهتم بالنظافة؟ وهذا الشيء اللي لازم شوي نتبحر فيه ونتكلم عنه، لأن الإسلام يهتم بالتكوين المتكامل للإنسان. فكيف يعقل لشخص مثلا أنه هو مريض، طبعا الشخص قليل النظافة أكيد بيكون عرضة للمزيد من الأمراض، كيف يعقل لشخص مريض أنه هو يخدم وينتج ويعمل؟ كيف ممكن أصلاً أنا أصلي في مسجد وبالقرب يمي أشم ريحة غير مستساغة والله إلى آخره؟ الموضوع متكامل يتعلق فيني أنا ويتعلق بجميع من حولي. موسلو على سبيل المثال لما حط الحاجات الإنسانية في هرم موسلو، القاعدة حاجة الأساسية كانت الحاجات الفسيولوجية مثل الأكل، الطعام، الشرب، ومن ضمنها أيضا الحاجة إلى النظافة والاستحمام، لأن في النهاية هذه يؤدي إلى شيء جدا أكبر. فكيف تعامل الإسلام مع قضية النظافة؟ لما نوقف على بعض النقاط، أولا لاحظوا مشاهدين شلون الإسلام جعل الطهارة شرط لبعض العبادات. على سبيل المثال الصلاة، ما تصح الصلاة إلا إذا توضيت، الطواف بالبيت الحرام، قراءة القرآن إلى آخره، ما تصح إلا بطهارة. هل طهارة وحسب؟ أبداً، أجر على هذه الطهارة. نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه لو أن نهراً على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يبقى في وصخ إذا كان يغتسل كل يوم من هذا النهر؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، شيء طبيعي، إذا كل يوم بغتسل من هذا النهر وين يبقى فيني وصخ أو درن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا، تتفتح لك أبواب الجنة تدخل من أيها تشاء. حتى الفم والأسنان الإسلام تكلم عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة، ويقول أيضا السواك مرضى للرب، مطهرة للفم. نستغرب لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد ويدخل لشخص شوي حتى شعره معفس ثائر الشعر يقول لولا أمرتم هذا أن يسكن شعره، نستغرب لما شخص يدخل رث الملابس ملابسه وسخة النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظه ويقول لولا أمرتم هذا أن ينظف ملابسه وثيابه. الإسلام يا جماعة دين متكامل يحث على النظافة بجميع مفاهيمها وجميع معانيها، نظافة العقيدة من كل الخزعبلات والخرافات، نظافة الأخلاق اللي في الإنسان، نظافة اللسان، نظافة البدن، نظافة الثياب، حتى نظافة الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، نظافة البيوت، نظفوا أفنيتكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نظافة الملابس، الثياب، نظافة كل شيء في حياتنا هو مفهوم متكامل للنظافة. الصراحة أنا أستغرب جدا من اللي يملك هذه الكنوز، يملك منجم من الذهب ويهده يروح يدور عن مجموعة نفائس وذهب في مناجم حديد. كانت هذه هي حلقة اليوم، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي، في أمان الله.